اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة حمزة ذا فيبر. السر دايما في ان انت تقدم منتج ناجح هو ان انت تتواجد وتفضل تاخد فيدباك من العملاء وتطور باستمرار، ودي الخطوات بالظبط اللي اتمشى عليها علشان يطلع لنا المنتج الجديد بسيرس كلاود نيردز توباكو. في الاساس الشركة عمرها ما كانت هتعمل سيرس توباكو بتحت مسمى كلاود نيردز، ولكن ده حصل بعد نزولهم للسوق المصري ومحاولتهم ان هم يرضوا جميع الاطراف. فايه الفليفرات اللي مقدمها كلاود نيردز توباكو وايه راينا فيها؟ هتتابعوها معانا في الريفيو ده. الشركة المصنعة لكلاود نيردز اسمها داديز فيبر، وهي تعتبر الشركة الأم اللي طالع منها براندز كتيرة منهم كلاود نيردز. فعندهم براند تاني اسمه تويست، عندهم نوهايب، وعندهم ساد بوي، ده اللاين المختص بالمخبوزات. كلاود نيردز في الأساس بدأ كسيرس فواكه وعندهم تشكيل فواكه كتيرة جدا، ولكن بعد نزولهم السوق المصري ولقوا إن الذوق العام رايح ناحية التوباكو، وبنتشابه في الذوق ده مع دول كتير في الخليج زي العراق وزي إيران. الناس في مصر بتحب التوباكو وبتحب خبطة الزور أو الثروت هيد. فقدموا سيرس كلاود نيردز توباكو إديشن المكون من 4 فليفرز، وهم دول اللي هنستعرضهم النهاردة. بس خليك عارف إن كل فليفر من دول متاح 60 ملي تركيز 12 نيكوتين و30 ملي تركيز 25 و50 نيكوتين. الفليفر الأول هو السولت كارامل. وصفه إزاي بالظبط؟ التوباكو المستخدم هنا، ودي برضو مفاجأة، ان هو مش مستخدم فليفر التوباكو كراميل العادي، رغم ان الفليفر رايح في سكة ان توباكو سلطه كراميل، ولكن هو توباكو اخشن شوية واقوى من الطعم التقليدي للتوباكو كراميل. فنوع التوباكو اللي هنا نوع خشن، ولكن متعادل بطريقة حلوة جدا مع الطعم الكريمي المسكر اللي طالع من سلطه كراميل. وما تخافش من قصة سولتد، يعني ان هو مملح فانك هتدوق طعم مملح، هو مش كده خالص. الفكرة بس في سولتد كراميل حتى في الاكل ان هو بيبقى محطوط رشة من الملح على الكراميل علشان يكسر الحلاوة الزيادة بتاعة الكراميل. ففي الاخر انا شايف البروفايل متوازن قوي ما بين توباكو قوي عامل تبغ قوي وجنبه كراميل كريمي عامل بالانس حلو جدا وما يتزايش منه. الفليفر الثاني هو ألمند هازل نوت كريم. طعمه ده بقى عامل ازاي؟ القوة هنا من الريسيبي دي هي التوازن اللي ما بين البندق المتحمص وما بين التوباكو بالطعم العادي اللي موجود في اغلب الريسيبيات والناس بتحبها، وغالبا الريسيبي دي نازلة للناس محبين التوباكو مكسرات اللي موجودين في السوق بكثرة جدا. الريسيبي دي تعتبر كوميرشال جدا، بس الفكرة فيها قوة وضوح طعم البندق المتحمص. لو انا هقول البروفايل انا شايفه ازاي، انا شايف بندق متحمص، توباكو حلو جدا ومتوازن ومسكر تسكيرة خفيفة مع في الاخر ميكس من طعم كريمي والالمند المتحمص ضعيف. خلي بالك ان قوة الالمند بقى بتختلف من كارتج لكارتج ومن وقت لوقت، بس اللي دايما هتدوقه هو طعم التوباكو الحلو جدا ومعاه البندق المتحمص، والباقي ده بقى في الخلفية حسب ايه الكارتج بتاعك. بالنسبة لي ده أفضلهم لحد دلوقتي. تالت نوع هو الكريمي باتر سكوتش. قبل ما ندوقه خليني أقول لك بسرعة الباتر سكوتش ده بيتعمل إزاي. الطريقة العادية اللي بيتعمل بيها الكراميل إن السكر بيتسيح على النار، بس لو ضفت عليه بقى زبدة وكريمة بيبدأ يتحول إلى صوص الباتر سكوتش. هما بقى عاملينه إزاي مع الطباكو؟ خلينا نجرب. نوع التوباكو هنا نوع بيتخاف يتلعب معاه، لان التوباكو اللي هنا نوع عنيف جدا وقوي جدا ومفيش حد كان بيشرب سجاير مش هيحبه، بس الفكره ان تتكسر قوته بالطعم الكريمي المسكر المزبد ده بصراحه ملعوبه صايعه قوي. بس خلي بالك ان السيرس اللي موجوده دلوقتي مسكره بزياده شويه، ان باتش الجاي هيكون في تعديل واوريدي الطبخ خلاص واتعمل في امريكا ان هم قللوا شويه سنه السكر. فالطعم اللي انا ضايقه دلوقتي هو توباكو قوي جدا مع كراميل وزبده بس مسكرين. التسكيره دي ممكن ناس تحبها، بس غالبا عشان يبقى اول دي فيب
التعديل فعلا بتاع تقليل السكر شويه هيخليه موزون اكتر بكتير. ناخد لنا شويه طباكو قبل ما نروح للبروفايل الرابع. التجربه الاخيره هتبقى مع تاني اكتر بروفايل الناس بتحبه في الميدل ايست وفي مصر، وهو الفانيليا كاستر طباق. فهل عاملينه بالطريقه التقليديه ولا معدلين شويه؟ خلينا نجرب. دي معلمه دي. طيب هو ما بعدش كتير عن الريسيبي اللي الناس كلها بتحبها، بس الفرق هنا التسكيره تعتبر متوازنه اكتر شويه. بروفايل فانيليا كاسترد عموما بيبقى كاستر كتير مسكر قوي، والطباقه جاي كده من بعيد بيسلم يعني، بس هنا التسكيره اهدى شويه فبالتالي طعم الطباقه اوضح شويه. اجرب تاني. انا شخصيا متعود وحابب قوي النسخه المسكره اكتر شويه، بس دي ممكن تعادل التوازن اللي ناس كتير قوي كانت بتطلبه. في الاخر هو بيشرب بروفايل توباكو، ففي الاخر عايز يدوق طعم التوباكو. ولما جربتها سولت نيكوتين كانت حلوه جدا ونافعه معايا اولد ايفي. ولكن دايما احنا بنقول ان هي اذواق، انا بحاول اشرح لك التجربه بتاعتي وخبرتي انا في اللي انا ضايقه، ولازم يكون عندك الفرصه ان انت تجربه، لان الاربعه بروفايلز مختلفين خالص، واكيد في بروفايل او اكتر هيعجبك منه. اما لو انت مستعجل على التجربه فاحنا عندنا اربع ازايز 60 مللي واربع ازايز سولت نيكوتين، يعني في 8 اشخاص هيكسبوا عن طريق التعليق على الفيديو هنا على اليوتيوب او على البوست اللي احنا هنعمله على قناتنا على الانستجرام. وتاكد بقى ان انت متابع صفحتنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك، واكيد انت موجود على اليوتيوب، فدوس على السبسكرايب لان نسبه كبيره جدا من الناس مش مشتركين في القناه. بس كده، وسحب المره دي هيبقى فيه شويه من الانستجرام وشويه من يوتيوب، بس لو انت نفس الشخص كسبت هنا وهنا لا هتكسب في واحده بس. واتمنى يكون الريفيو عجبكم واشوفكم على خير.